كلمه السيد اللواء اركان حرب تيمور موسى ابو المجد رئيس مجلس اداره سايلو فودز للصناعات الغذائيه. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم. أرحب بتشريف سيادتكم بشركة سايلو فود، أحد المشروعات الاقتصادية العملاقة والتي كانت نتاجا لفكر سيادتكم الساقط بتعزيز الصناعة الوطنية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة. فقد صدرت توجيهات سيادتكم بإنشاء شركة سايلو فودز على مساحة 170 فدان وبطاقة إنتاجية 750 ألف طن من السلع الأساسية سنويا، وذلك على مرحلتين لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية. كان الهدف الأول تصنيع منتجات من السلع الأساسية وتوفيرها بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، ولتحقيق هذا الهدف تم تشغيل مصانع المرحلة الأولى بالطاقة القصوى والتي تضم مصانع المكرونة والمخبوزات والبسكويت ومطحن للقمح بطاقة انتاجية 1600 طن يوميا، وتم خلال العام السابق انتاج 500 ألف طن من المنتجات الغذائية، دعمت منها وزارة التموين وبنك الطعام المصري بكمية 135 ألف طن، وطرح الباقي بالأسواق المحلية والإقليمية بإجمالي 365 ألف طن لتخفيف الضغط على الأسعار في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. الهدف الثاني تصدير الفائض عن متطلبات السوق المحلي لتوفير العملة الأجنبية، ولتحقيق هذا الهدف تم الاشتراك بعدة معارض دولية نتج عنها تصدير 11 ألف طن من منتجات الشركة لعدد 13 دولة. الهدف الثالث تطوير نظام التغذية المدرسية من خلال تقديم وجبة غذائية صحية طبقا لمواصفات برنامج الغذاء العالمي. وفي إطار تحقيق هذا الهدف تم إعداد وجبة غذائية متكاملة مدعومة بالفيتامينات والمعادن بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، وتم خلال العام السابق توزيع وجبات مدرسية لعدد 13.5 مليون طالب يوميا لوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف بإجمالي 600 مليون وجبة خلال العام، وهو أعلى معدل توزيع للوجبات المدرسية على مستوى العالم، مما استحق منح الشركة درع موسوعة جينيس للأرقام القياسية. سيادة الرئيس، صدرت توجيهات سيادتكم باستلام الموقع في الأول من يناير عام 2019، وبناء عليه بدأنا العمل على قدم وساق، وبالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات تم إنجاز هذا المشروع العملاق في زمن قياسي. ومنذ تشريف سيادتكم بافتتاح المرحلة الأولى في الثالث من أغسطس عام 2021 تم وضع خطة متكاملة لتأهيل المصانع وتطوير وتنويع المنتجات وفقا لأحدث معايير الجودة، حيث اجتازت مصانع المرحلة الأولى جميع شهادات الجودة المحلية والعالمية التي تمنح امتياز التصدير لدول الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي. وقد بلغ إجمالي عدد منتجات الشركة حتى الآن 135 منتج. سيادة الرئيس، اليوم تشرف شركة سايلو فودز بافتتاح المرحلة الثانية والتي تضم مصنع لمنتجات الألبان بإجمالي 9 خطوط بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا، مصنع الحلاوة والطحينة بإجمالي 5 خطوط بطاقة إنتاجية 16 ألف طن سنويا، مصنع للبسكويت المغطس والصب بإجمالي 2 خط بطاقة إنتاجية 7800 طن سنويا لإنتاج أصناف عالية الجودة تضاهي الأصناف العالمية لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية. معمل مركزي لإجراء التحاليل الدورية للمنتجات بطاقة 40 ألف عينة سنويا، وقد تم اعتماده من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك طبقا للمواصفة الدولية. مصنع للكرتون المضلع بإجمالي طاقة إنتاجية 26 ألف طن، محطة لإعادة تدوير المذيبات بطاقة 1200 طن سنويا، وذلك طبقا لرؤية وجهود سيادتكم في مجابهة التغيرات المناخية والحد من آثار التلوث البيئي. فقد تم إنشاء المحطة لاسترجاع الغازات المتطايرة
الناتجة عن تصنيع الطباعة المرنة وإعادتها لصورتها الأولى بنسبة 95% من الخامات المستخدمة. سيادة الرئيس، إن شركة سايلو فودز بما وفرتم لها من دعم وإمكانيات غير مسبوقة تعد صرحا من صروح الصناعة على مستوى الشرق الأوسط، الأمر الذي يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز للمشاركة فيما تحقق من إنجازات ونجاحات، ويدفعنا لمواصلة الإنتاج ليل نهار لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. وأخيرا، اسمحوا لي سيادتكم بتقديم الشكر للعاملين بالشركة على ما قدموه خلال الفترة السابقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي سيادتكم باسم كل العاملين في الشركة أن أتقدم بكتاب الله ليكون خير حافظ لسيادتكم.